اهلا بكم. في مواقع كثيره دلوقتي، منها موقع اسمه I know him. الموقع دوت اللي فهمته من اصدقائي المتبحرين في عالم السوشيال ميديا، ده جروب على الفيسبوك او مجموعه بيحطوا صور المرتبطين او المخطوبين، بيحطوا صور بعض وبالتالي بيستشفوا اذا كان هو بيخونها او يعرف واحده غيرها وهي كمان تكون بتخونه او تعرف واحده غيره. هذا امر في منتهى الخطوره. واتساءل هل احنا وصلنا، لانه انا مش عندي تحليل مباشر ازاي احنا نوصل لهذه المرحله، ازاي نوصل لمرحله انك يبقى ثقتك في زوجتك المستقبليه او في خطيبتك مبنيه على جروب في الفيسبوك، ان ثقتك ما وصلتش من خلال احاسيسك تجاهها او من خلال تاكدك، لانه مفيش حياه زوجيه ممكن تبنى من غير ثقه، مفيش حياه فيها حب واحترام ما بين الطرفين ويكون فيها غايب الثقه. الراجل اللي ما يثقش في مراته مش المفروض انه يكمل معاها ولا يوم واحد، والست اللي ما تثقش في جوزها مش المفروض انها تكمل حياتها معاه ولا يوم واحد. الثقة يا جماعة هي اساس بيت البيت، ومش سوشيال ميديا ولا جروب ولا موقع ولا اسلوب الكتروني هو اللي ممكن يحافظ على البيت. الثقة دي حاجة بتاعت ربنا، وهقول لك ابسط الطرق لهذه الثقة. انا مش متخصص في هذه المنطقة، لكن انا عندي اعتقاد انك لو مشيت كويس واتبعت كل حاجة مظبوطة مع مراتك هي بالتأكيد هتكون كويسة معك، والعكس برضو كلام ليكي، انك لو رعيت ربنا قوي في جوزك ومشيتي كويس جدا في تعاملك معاه هو اكيد هيمشي كويس. طيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، مفيش حد هيخالف دوت وهيقول انا هبدا امشي على دماغي وامشي على حل شعري زي ما بيقولوا، لكن مراتي هقدر اسيطر عليها. المساله مش الحرب الالكترونيه ولا وسائل تجسس ولا اساليب حديثه هقدر اعرف بيها هي ماشيه كويس ولا لا، لا دي حاجه في القلب. وزي ما بيقولوا دايما الناس البسطاء يقول لك ربنا رب قلوب، انت قلبك كويس هي قلبها بالتاكيد هيكون كويس، مش محتاجه جروبات اعتقد كده، مش محتاجه وسائل تصنت ولا اساليب تجسس، المساله ابسط من كده بكتير. خليك ماشي كويس، وزمان كانوا بيقولوا اللي امشي عدل يحتار عدوك فيك. خليكوا دايما مع الدكتور والنصيحه. طب نقسمها، لو سيده وتزوجت وخلفت الخلفه اللي هي عايزه تخلفها، سواء طفل اتنين تلاته، خلاص هي خلصت الخلفه بتاعتها، بيحصل حاجه من تلاته، يا عضلاتها بتفضل كويسه لكن ممكن يبقى جلدها زاد او الدهون اللي فوق العضله زادت، يا اما مريضه تانية له تجهيزات وبروتوكولات هي التي تصل به الى درجه الامان والنجاح. واكد من الحالات اللي بتعمل حقن منهاري وتنشط وتخش تشتغل وتلبس يظهر فيها لحميه. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. أهلا بكم. كلمة مهمة جدا في الطب على فكرة هي كلمة البروتوكولات، اللي جاي من بروتوكول. البروتوكول دي في الطب في امراض كتيره، في فروع كتيره جدا، في امراض الدم الكلمه دي ليها دور مهم، في النساء والتوليد ليها دور وليها صدى واسع ولها جماهيريه، جمهور تاخر الانجاب، الناس اللي بتعاني من تاخر الانجاب بيسمعوا هذه الجمله مرارا وتكرارا. وكلمه بروتوكول من الناحيه العلميه اولا تعني انه هناك علاج لفترة زمنية، فقد تكون متوسطة الطول قد تكون طويلة نسبيا، المهم ان انا هتعامل مع علاج لفترة زمنية. وايضا تستشف من هذه الكلمة كلمة بروتوكول ان العلاج متعدد الاوجه، لانه بيواجه هذا العلاج مشكلة ايضا متعددة الجوانب. عندما يكون تأخر الانجاب مرتبط ب إن الرجل عنده فاكتور، عنده عامل، المرأة عندها عوامل، ف
أطباء النساء والتوليد لازم يتعاملوا مع هذه الجبهات كلها. الجبهات تحتاج إلى، كل جبهة تحتاج إلى مضاد زي جيش يدخل عليه يتعامل مع هذه الجبهة. جبهة تأخر الإنجاب، عندما نقول عند المرأة هناك قد تكون عيوب في المبيض في التبويض، قد تكون عيوب في جدار الرحم، قد يكون هناك عيوب على المستوى الهرموني، هناك مجموعة من العلاجات في هذه الحالة، ده اللي احنا بنسميه بروتوكول. ولكن هذه الكلمة وقع عند جمهورنا، يا ترى ايه؟ يا ترى النهاردة هتفهموا ما هو البروتوكول المناسب والتفصيلي، وخصوصا ان هذا الامر في الاساس تفصيلي، يعني كل حالة ينبغي ان تسير على بروتوكول خاص بيها. ممكن جدا 2 ستات عندهم نفس الفكرة من ناحية من وجهة نظرهم تأخر إنجاب عند الاثنين، لكن ده ياخد أسلوب أو دي تاخد أسلوب علاج ودي تاخد أسلوب علاج تاني. النهاردة ضيفي العزيز هو أفضل من يستطيع أن يحاورنا عن هذه النوعية من العلاجات تحت مسمى البروتوكولات، وهو طبعا القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، وأستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. النور ده منورنا، وكل سنة وأنت طيب. والله صباحك طيب وربنا جميلة ورمضان كريم والله أكرم. الله أكبر. ولقائك معنا أكيد ممتع للغاية. نستمتع دائما بوجودنا معاك. كلمة صعبة بروتوكول. مش كلمة صعبة، هي كلمة أساسية. كلمة أساسية. في مجال تأخر الإنجاب والحقن المجهري بروتوكول ده كلمة أساسية. الناس فاهمها؟ الناس بدأت تفهمها، بدأت تفهم ان مفيش حالة زي التانية. كل سيدة عندها تأخر انجاب او دخل على الحقن المجهري هي عارفة كويس جدا ان هي لها بروتوكول مخصوص للعلاج. وزي ما كانتش عارفة يجب ان الطبيب يقول لها ان البروتوكول اللي هتمشي عليه ده بروتوكول يناسب حالتك. يعني يناسب حالتك؟ يعني هتخش في السليكشن كريتيريا. يعني ايه سليكشن كريتيريا؟ يعني كل حالة لازم تعمل لها عدة عوامل في الاختيار البروتوكول. من حيث السن، من حيث تحليل الهرمونات اللي هو الانتي مولاريان هرمون اللي هو مخزون التبويض، عدد البويضات داخل المبيض، داخل كل مبيض، كل دي بتحكم الاوبيزيتي، السمنه، اذا كانت اتعملت قبل كده اي محاولات تنشيطيه، كل ده بيتحكم في البروتوكول الخاص بكل سيدة. البروتوكولات دي بتنقسم لكذا نوع، في بروتوكول طويل او اجونست بروتوكول، وفي بروتوكول قصير او انتاجونست بروتوكول، وفي بروتوكولات مخصوصة لحالات مخصوصة زي بروتوكول مخصوص لتكيس الموارد، بروتوكول مخصوص لبطانة الرحم المهاجرة، بروتوكول مخصوص لكبار السن اللي هم فوق 38 سنة وفوق 40 سنة، او البروتوكول اللي هو الميني اي في اف او اللو كوست او البروتوكول منخفض التكاليف. وكل بروتوكول من هذه البروتوكولات له طبعا شرح بالتفصيل. طيب خلينا نروح للجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هناك أهمية كبيرة جدا للفحوصات التي تجرى قبل تحديد أو قبل تقرر أي بروتوكول سيتم اتباعه قبل الحقن المجهري. أبيض. أبيض طبعا. طبعا. ممنوع منعا باتا الدخول في إجراءات حقن مجهري بدون إجراء التحاليل الطبية أو الهرمونية اللازمة للزوجة في أثناء الدورة الشهرية، خاصة مخزون التبويض اللي هو AMH وعمل السونار لقياس عدد البويضات داخل كل مبيض، دول أهم 2، وكذلك تحليل السائل المنوي للزوج بالكمبيوتر، ده حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا جدا ولا يجب أن تغفل على الإطلاق. ولا يجب أن يبدأ الحقن المجهري بدون إجراء هذه الفحوصات. نوع المنشطات يختلف حسب الحالة وحسب سنها، يعني حسب سن الحالة. أبيض. أبيض طبعا. طبعا المنشطات دي جزء رئيسي وهو الجزء الأساسي في التنشيط، إنك تستخدم أنهي نوع من المنشطات. هل المنشطات اللي هي الـ FSH ولا الـ H ولا الـ HMG يعني 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 وده يوريني ولا ريكومبيننت، يعني الحاجات اللي بتخلص من 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 البول بتاع السيدات اللي فوق سن اليأس، ولا بالمخلق بالهندسة الوراثية. كل ده له يعني أهمية كبيرة جدا جدا في تحديد هنستخدم انهي نوع منه. وبعدين بنستخدمه لمين؟ لواحدة سنها صغير وعدد البويضات عندها كتير ومخزون التبويض عندها كويس، فيبقى هنستخدم جرعة معينة من نوع معين من المنشطات.
الاتجاه دلوقتي كله لاستخدام اللي هي الكومبوننت او اللي هي المخلقه بالهندسه الوراثيه، بتدي نوع اعلى من البويضات، جوده اعلى، عدد اعلى، في نفس الوقت تقدر تتحكم في عدد البويضات اللي بتطلع. لا يجب انك تستخدم جرعه زياده عشان ما تخشش في السندروم المرعب بتوع الحقن المجهري اللي هو الهايبر ستيميليشن سندروم، اللي هو فرط التنشيط. فلازم جرعه معينه ومده معينه ومتابعه معينه دقيقه جدا كل يوم ويوم بتحليل الاستروجين او الاسترادايم مع السونار المهبلي او سونار سداسي الابعاد حتى لا تدخل المريضه في فرط التنشيط ويبقى هيدك وصداع للطرفين للمريض والطبيب. طيب من هنا هتيجي اهميه الجزء الثاني. الجزء الثاني في متهم مجني وبريء، مع طبقا لكلام حضرتك يعني تقريبا نص الاسره تسير طبقا للبروتوكولات، في تجاوزات بقى في عالم البروتوكول واتباعه كبيره جدا. لها علاقه بالخبره. هنقف نشوف، ما هو نقص الخبره في حد ذاته يعتبر اتهام. بالظبط. نقص الخبره يعتبر اتهام. طبعا. لانه الخبره شيء مكتسب. وعلى كل من يسعى في عالم التأخر إنجاب أنه يكتسب هذا الشيء المهم جدا اللي اسمه الخبرة. ده أساسي. هنروح نشوف مين المتهم والجاني والبريء. يلا بينا. جاني متهم أم بريء؟ السؤال الأول سؤال، خليني أقول لحضرتك سؤال خبيث شوي. مريضة منظومة علاجية معينة قدمت لها بروتوكول منخفض التكاليف، جذاب جدا، في جاذبية، جاذبية انه منخفض التكاليف في زمن فعلا هذه الكلمة مهمة جدا، مهمة جدا ومطلوبة جدا جدا ومطلوبة. وان كان الواقع بقى بين قوسين ان الست دي ما يناسبهاش البروتوكول منخفض التكاليف ده، فهذه الحالة اللي عمل كده هنقول عليه متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا جاني. جاني. ليه؟ طبعا. البروتوكول منخفض التكاليف الهدف منه صالح المريضه وليس ان انا اذي بيه المريضه. اي واحده بتخش تعمل حقن مجهري عمرها في الاخر ما بتفكر في التكلفه، حتى لو كانت ظروفها الماديه صعبه بتفكر ان ربنا يكرمها وتحمل او ان يبقى النتيجه مرضيه بالنسبه لها. فانا اعمل حاجه ابقى عارف انها مش مناسبه لمجرد ان انا ابين لها ان انا بعمل لها حاجه مش مكلفه وانا عارف في الاخر ان نتيجتها مش مظبوطه لمجرد ان انا اقلل التكلفه بتاعتها، ده انا اعتقد ده ديس اونستي، يعني ده مش جاني. طبعا. وكلمه صعبه جدا. بروتوكول منخفض التكاليف مش امين يعني. مش امين، بروتوكول منخفض التكاليف له مواصفات معينه لسيدات معينه. الناس اللي سنهم فوق ال 40 سنه الادويه الزياده او المنشطات الزياده بتجيب نتيجه عكسيه كتنشيط كعدد بويضات يعني. ده خلاص ده حاجه انتهوا اليها الناس كلها واتفقوا انه كل ما هتقلل الدواء بجرعه معينه بيطلع عدد بويضات احسن عددا وكواليتي يعني وجوده يعني. وبعدين له مواصفات، له بيتعمل اكوردنج للاف اس اتش ليفل بتاعه، لو اكتر من 15 هيدي عدد حقن معين، لو اقل من 15 هيدي عدد حقن معين ابتداء من يوم معين من الدوره، يعني اكتر من 15 هيبدا من يوم الخامس. ده ال 15 اف اس اتش، اف اس اتش والاف اس اتش ده الهرمون بتاع الغده النخاميه. بالظبط، الهرمون الخارج من الغده النخاميه اللي تحت قاع المخ او في قاع الجمجمه، دي الغده المايستر بتاع الجسم. بالظبط، دي اهم حاجه. وبعدين ده بيعتمد على الكلوموفين 6 هيدروكلوميد اساسا بيمشي بيه طول فتره التنشيط، وبيدي هما بالظبط ست حقن، اليوم الخامس واليوم الثامن واليوم العاشر واليوم ال 12، ده لو كان الاف اس اتش اكتر من 15. لو كان اقل من 15 بناخد حقن بس اليوم الثامن والعاشر وال 12 ونجمد الاجنه ونرجعها في دوره ثانيه ناتشرال سايكل. ده باختصار شديد البروتوكول منخفض التكاليف، وليس الهدف منه منخفض التكاليف عشان اقل التكلفه بس، هو له اثنين ميزه، اقل التكلفه وافيد الست وديها بريجننسيت اعلى، نسبه حمل اعلى، وهو المناسب لها علميا. المناسب لها علميا. اها. السؤال اللي عملوه اليابانيين على فكره. اللي عملوه اليابانيين. ونسبه الحمل فيه 40.1%. كويس جدا. في اللي فوق 40 سنه.
دي دراسه موجوده منشوره، واللي عايز يشوفها موجوده على الانترنت، اللي عملها واحد اسمه جون زانج في اليابان في 2010. طب تعال نروح للجزء الثالث. الجزء الثالث ده الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ برضه عشان نفهم الناس، السؤال الاول والثاني تفهيمين قوي. البروتوكول طويل المدى اللي ياخد وقت ده بيناسب الخصوبه العاليه والمتوسطه، وهم ولا شك ولا يقين؟ يقين. يقين طبعا. ده لوحه لازم نقول لحضرتك. البروتوكول الطويل اللي هو بينقسم قسمين، قسم سبريشن يعني تثبيت المبيض، بناخده من 21 من الدوره، حقنه تحت الجلد، لها اسم معروف عايزين نقوله علشان الدعايه والكلام ده، من اليوم 21 من الدوره تفضل مستمر عليه في ميعاد ثابت كل يوم لحد ما الدوره تنزل. بعد الدوره ما تنزل ثاني يوم بنعمل تحليل استرادال، لو اقل من 50 وسمك بطنه الرحم اقل من 6 مللي بنبدا المرحله الثانيه وهي التنشيط. وبننزل بدواء اللي هو التثبيت ده للنص، وندي بقى حقن التنشيط اكوردنج او طبقا لسن المريضه والاي ام اتش مخزون تبويض وعدد البويضات في كل مبيض اللي احنا عرفناه بالسونار رباعي الابعاد. الست فوق سن ال 35 بتعاني من تاخر انجاب، ما يصلحش معاهم البروتوكول طويل المدى. وهم ولا شك ولا يقين؟ ما يصلحش، يبقى يقين. يقين طبعا. طبعا. اللي فوق ال 35 سنه يفضل لهم اربع انواع بروتوكولات. اللي هو الانتاجونست اللي هو القصير، وفي بعض الاحيان ناتشرال سايكل زي من غير تنشيط خالص، وفي شنر هاي بروتوكول اللي هو الدبل ستيميوليشن ممكن تنشط مرتين في نفس الدواء، وفي البروتوكول منخفض التكليف اللي احنا قلنا عليه. عظيم. احنا في الاخر عندنا لعبه لطيفه جدا، اللعبه دي هدفها ان احنا حضرتك عندك ورقتين هنا اهوت، حضرتك ما تعرفش عنهم حاجه خالص، حرصنا ان هم يكونوا مختفيين وطلبت من حضرتك ما تبص لهمش. صح. هترفع واحده انا هشوفها وانت مش هتشوفها، وانا هقول لحضرتك تعليق وحضرتك هتقول لي ماذا اقصد بهذا التعليق، لان التعليق ده هيكون في صوره اجابه او في صوره كلام حضرتك قلته لي قبل كده، فده معناه انه اكيد انا اتعلمت واكيد جمهوري ورايا اتعلمت. لعبه بتضحك عليها دي لعبه طب او فزوره طب. الحاله او الفزوره الاولى. دكتور عادل ده هيرفع لنا ورقه، هيرفع لنا ورقه. الورقه دي فيها جمله، الجمله دي خاصه بحاله مرضيه. انا اقول لحضرتك هذه، خلاص حضرتك نزلها، هذه الحاله المرضيه، هذا التصرف الموجود في الورقه دي يعتبر جريم بيضر هذه الحاله المرضيه الخاصه بتكيس المبايض، تصرف في نوع من الخطا الشديد مع تكيس المبايض لدرجه اللي احنا نقول على هذا التصرف هو الاكثر من التصرفات، هو تصرف شبه جراحي من التصرفات اللي نقدر نقول عليها فيها تجني على المبيض، وباللغه البسيطه ممكن يحرقه. ماذا كنت التثقيب الخاطئ للمبيض. ايوه بالظبط. صح كده؟ طيب نشوف الفزوره الثانيه. الفزوره الثانيه تمام. الفزوره الثانيه هي حاجه في التحاليل التجهيزيه للحقن المجاري، للاسف الثقافه المصريه وخصوصا عند الرجال المصريين كانوا يروها من الاشياء اللي مش محبذه ليهم. كان المصري دايما يرى انه طالما في تاخر انجاب يبقى المشكله عند الزوجه، ما اعملش انا حاجه معينه مطلوبه مني كرجل. هي تحليل سائل المنوي. صح طبعا. طبعا 40% من الاسباب عند الراجل، 40% عند السيده، 40% من هما الاثنين. تحليل السائل المنوي ده جزء اساسي من الفحوصات والتحاليل، واذا تاخر الحمل سنه بنبدا بتحليل السائل المنوي الاول. ما يكون حاجه حديثه ما يعديش عليه شهرين، وله مواصفات معينه تكون بالكمبيوتر وبالكريتيريا اللي احنا قلنا عليها قبل كده، من حيث الفوليوم الحجم والعدد في المل والعدد في الكميه كلها والحركه والتشوهات. نورتنا نورتنا واسعدتنا. الله يخليك يا استاذ العزيزه والقيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور عادل ابو الحسن، كان في الناس الحلوه او في دكتور الناس الحلوه. خليكم دايما مع دكتور الناس الحلوه. مش حاجه دائمه، لكن لو احنا سيبنا من غير جراحه ومن غير خيوط بعد 5 سنين الجلد ده هيبقى الدبل. لماذا نترك انفسنا حتى نصل الى مرحله مش جيده؟ مكونات البوتوكس اساسا طبيعيه، وده اللي خلاه في مرحله الامان التام. لازم نبقى عارفين تماما ان الامان التام
ياتي بان انت تبقى متخصص وفاهم انت بتحكي. الاستاذ الدكتور حسام سيد مصطفى، استشاري جراحه التجميل، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل، عضو المنظمه العالميه لجراحه التجميل، المدرب الدولي للخيوط الفرنسيه. اهلا بكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كتير من الستات عندهم مشكله بعد الحمل والولاده وحتى بعد خساسات، دلوقتي بقت عمليات الجراحات السمنه بتعمل الحكايه دي، عندهم ترهلات. ترهلات البطن على فكره مشكله جامده، تضايق اي ست، تضايق اي ست، وعلى فكره دلوقتي بتضايق الرجاله اللي خسوا عندهم ترهلات كبيره قوي. فعمليه شد البطن من العمليات الرائعه جدا اللي انا بقول عليها عمليه مفرحه ومن انجح عمليات التجميل، لكن فيها كم نقطة مهمة. هنا النقاط المهمة هنتكلم فيها بالتفصيل مع ضيفي العزيز الاسم الكبير والقيمة العلمية المتميزة سوبر ستار جراحات التجميل الاستاذ الدكتور حسام سيد. اهلا بيك. ايمن ازيك؟ وحشني والله، كل سنة وانت طيب. انت طيب ورمضان كريم. عدى منه شوية اهو. الله اكبر. الحمد لله. الحمد لله. والله يعني انا عايز اتكلم على شد البطن في رمضان. كتير من الناس هتعمل شد بطن كتير. ليه؟ عملية تحتاج ريكفري، تحتاج قاعدة في البيت. رمضان شهر رائع جدا ان واحدة عندها ترهلات تعمل هذه العملية في رمضان حقيقة، يعني ده غالبا بنشوفه كتير. امتى نلجأ الى شد البطن؟ هل سنا؟ هل حالة؟ هل بعد حمل ولادة؟ احكي لي السيتيوشن بتاعت امتى نلجأ. طب نقسمها. لو سيدة وتزوجت وخلفت الخلفة اللي هي عايزة تخلفها، سواء طفل اتنين تلاتة، خلاص هي خلصت الخلفة بتاعتها، بيحصل حاجة من تلاتة. يا عضلاتها بتفضل كويسة، لكن ممكن يبقى جلدها زاد او الدهون اللي فوق العضلة زادت، يا اما مريضة تانية هتلاقي انها عضلاتها كويسة وكله نزل فبقى في ترهل جلدي زيادة قوي، يا اما المريضة دي هتلاقي فيه شوية ترهل جلدي على شوية دهون بسيطة على عضلة ضعيفة فتحت من بعضها. التلاتة دول في السيدة المتزوجة التي تم الحمل والولادة. سيدة تانية بتخس وتدخن وتخس وتدخن فبدأ فيها عندها شوية ترهل جلدي، عندهاش ضعف عضلات. سيدة تالتة كانت الوزن زايد شوية فعملت عملية من عمليات البارياتريك أو التكميم، عمليات التكميم أو تحويل مصاري. فبالتالي الجلد ترهل جدا، وساعتها هنتفرج على الجلد المترهل ده معاه ضعف في العضلات ولا لا. في كل دول من 3 اشهر 4 اشهر كنا بنعمل لهم كلهم شد بطن تماما. دلوقتي بقى الترهل البسيط في الجلد والمتوسط في عدم وجود ضعف في العضلات بنعمل له حاجة تانية احنا اتكلمنا عليها كتير، اللي هي الجي بلازما او بلازما بروتوكولز. فيما عدا ذلك لازم هنعمل شد بطن، لان مفيش حاجة هتخلي الجلد ريكويل تاني بالكميه اللي يقدر يرتد بيها ويخليها شكلها طبيعي. ريكويل يعني يرجع لحالته الطبيعيه، يرتد. ما فيش حاجه هتصلح العضله غير ان احنا نخش نصلحها بايدينا. الدهون ممكن تلعب رياضه فهتنزل الدهون، لكن لو في جلد زياده هيزيد زياده، فهي دي المشكله. ان هو مع خساسان زياده الدهون هتنزل، لكن الجلد هيزيد في ترهله. ساعتها هو انيفيتبل غصب عني لازم اعمل عمليه شد بطن. محتوم محتوم ساعتها لازم. بالظبط. لكن العيانه اللي هتقول لي انا لسه قدامي سنتين هخلف كمان، هقول لها يبقى تستحملي البطن، يا اما لو هعمل شد بطن وتصليح عضلات تيجي ايا كان شكل البطن يبقى مفيش حمل وولاده خلال سنه ونص. كتير من شباب الاطباء بيتهور على العمليه دي على فكره، بيعتقد انها عمليه سهله. شد اقطع اعمل اصل لازم فكرتهم كده، رجع الريبير، ظبط الامور ترجع زي ما كانت، الامور واضحه. لانه انا قدامي اناتومي انا حافظه فهرجعه. الكلام ده غلط تمام. ولذلك هقف هنا قدام بقى، ايه مقاييس العمليه دي؟ اولا وده السؤال المناسب، يعني مقاييس العمليه زي ما احنا متفقين دايما ان مفيش اي حاجه في الدنيا ملهاش مقاييس. انا ممكن اشوفها انا ولا انت محتاجه شد بطن، بس ممكن حضرتك تخسي 3 4 كيلو تيجي
حضرتك محتاجة شد بطن، بس ممكن حضرتك تروحي للدكتور جهاز هضمي يعالج لي القولون عشان لما صلح العضلات الضعيفة العضلة ما يحصلهاش فتق. ممكن اشوفها انا ولا لا؟ حضرتك تخشي الاسبوع ده تعملي شد بطن لان انت مناسبة جدا. فدي كلها مقاييس موجودة عندي في كتابي انا شايفها. امتى هوسع الجرح وحمشي بالجرح سمايلي فيس ولا حمشي بي ستريت، حمشي بي في اني اتجاه، حتى في اتجاه التسليك بتاعي لو انت بتتكلم بقى ان احنا هنفتح ونقص ونطلع، هوصل افتح الفاشة او السكاربا فاشة فين؟ في نفس مكان فتحي ولا قدام شوية ولا ليه هفتحه فوق؟ وانا جوه هفتح السكاربا فوق ولا هفتحها تحت؟ طب ليه ما بعملش كده وبعمل كده؟ طب فين مكان الليمفاتكس الاوعيه الليمفاويه اللي موجوده بالظبط؟ طب وانا كده هقطعها كلها؟ طب انا لو قطعتها العينه هتبقلل من تحت قوي، هتفضل عندها شويه تورمات تقعد اكتر من 3 اشهر ولا هتفش بسرعه؟ فهي التكنيكاليتي دي كلها لازم كل شويه تفضل تبص جواها، تبص جواها، تبص جواها عشان توصل. هنا ده ميني تاميتك، يعني ما هو هل هعمل لها عمليه شد بطن ولا شد بطن مصغر اللي الجرح بتاعه اصغر قد السيزيريان او اكبر سنه صغيره بس من غير ما احرك مكان السره؟ هل مشكلتها بتاعت العينه دي شد البطن بتاعها اللي انا محتاجه، هل هو محتاج ان انا اعمل ميني تاميتك من فوق واشيل شويه جلد صغير جوه ناحيه السره، ولا لازم اشد الجلد كله؟ هل الترهل تحت السرة اكتر ولا فوق السرة اكتر؟ هل الجناب لازم تتشفط قوي ولا ما تتشفطش خالص؟ يعني كلها على حسب الحالة اللي قدامي. السؤال دايما الكلاسيكي، تبدو عملية شد البطن عملية رائعة ملهاش موانع، يعني بالبلدي كده ايه اللي يمنع يعني حد يعمل شد بطن؟ هل في حاجة تمنع؟ كتير والله. طبعا. يعني لو انا هعمل شد بطن فورمال، شد بطن عادي يعني اللي هو العادي، والعينه ما عندهاش جلد فوق السره، يكفي ان انا اقدر اشيل الجلد اللي تحت السره واجيب الجلد ده احطه ناحيه ثانيه، وده بتحصل كتير لسيدات كتير. فبالتالي حلها هو الميني تامي تاك مش شد البطن. لكن لو انا استقويت عشان اشد لها بطنها، الجرح بتاعي يا اما هيفتح يا اما هيحصل له مشكله، يا اما الجرح هيبقى واسع فهيبقى شكله وحش قوي. ده اذا وصل لحد المكان اللي انا بقص فيه. ده مانع العينه اللي بتشرب سجاير، ده معناه ان الشريحه الدهنيه الجلديه اللي انا عاملها دي اللي نازل منها الاوعيه الدمويه اللي هتغذي الناحيتين عشان الجرح يلحم في بعضه، الشعيرات الدمويه اللي هي تخينه كده او الارتريز اللي تخان، هتلاقيهم رفيعين جدا فمش قادرين يوصلوا دم لهذه المنطقه كلها، فهيحصل حاجه لا قدر الله شبه النكروزس في المنطقه دي، او الدم الدم مش هيوصل، فالحته دي مش عارفه تعيش. فدي مشكله اكبر. هل المريضه دي اللي هنعمل الكلام ده عندها في الخطه العامه بتاعتها خلال السنه سنه ونص الجايين انها تخلف؟ يبقى كل اللي انا عملته من اصلاح للعضلات هيروح. لكن بعد السنه ونص الدنيا هتبقى تمام، لان العضله هتبقى كومبليتلي سيلد. سيلد يعني سيلد يعني خلاص العضله قفلت بعضها، فزي ما تكون رجعت زي البنت. فلسه بقى العضله هتسترتش في اول ولاده يعني. فمش هتبوظ خالص. يعني لكن هنحمل ونولد في اول سنه بعد العمليه. طب ما خلاص العضلات دي اتقطعت تاني، طب انا لازقها؟ لا انا مش لازقها، انا مصلحها. طيب اتكلم على امتى تعمل شد بطن بعد الولاده، بعد اخر حمل. انا دايما من الناس اللي بفضل اعملها بعد 6 اشهر. 6 شهور بعد ما 6 شهور عملها. يس. عشان الرحم بيبقى حصل له كومبليت يعني بيبقى يعني الرحم رجع لطبيعته تماما، الانسجه كلها بتاعت الجسم رجعت لطبيعتها تماما، الهرمونز العظيمه اللي كانت موجوده وبتحضر السيده للولاده دي بدات تهدى خالص، بقت الهرمون الوحيد اللي شغال هرمون البرولاكتين اللي هو بيديني اللبن عشان الطفل يرضع. فبالتالي كل الانسجه دي بتبقى هديت وبقت شكلها طبيعي، بقت سيده طبيعيه مش سيده فيها حاجات جواها هرمونز وميه وانسجه مدورمه ورحم كبير، مش هقدر احكم عليها صح. كده هقدر احكم عليها صح بعد 6 اشهر. عظيم. الكلاسيك بقى الناس فاهمه ان شد البطن ده انا رايح اعمل عمليه شد بطن خلاص، اتفضلي نعمل لك عمليه شد بطن، مش عارف انها انواع او اساليب. فالنهارده هنقول اول مره ان شد البطن له اساليب. طبعا صح كده؟ طبعا. ايه الاساليب؟
بص، هو خليها بدل الاساليب هي انواع. اوكي، يعني انت دلوقتي لو انت قدامك بلان، هتاخد البلان ده وتحط الحالة اللي قدامك وتبدأ تتعامل عليه. هل هنعمل ميني تاميتك؟ فبالتالي المريضة مش هيبقى تبقى محتاجة نحط دبنها، وبالتالي مش هنصلح عضلات كتيرة، فبالتالي تقدر تنزل شغلها بعد 5 أيام. ولا هنعمل ميني تاميتك على شوية حاجة زي السيركم أريلر حوالين السرة عشان نشد لها جزء من الجلد اللي حواليها عشان تبان شكلها طبيعي، مع شد الجلد اللي تحت، فهتبقى كومبليتلي نورمال. ودي برضو بتاخد 3-4 أيام وتقدر تتعامل في الحياة كلها. يا إما بقى هنعمل الفورمال تاميتك، يا إما مش هنعمل ده كله. وهقول للعيانة حضرتك عندك دهون كتيرة وعندك عضلة ضعيفة، مش هقدر اشفط الدهون دي كلها واشد العضلة في مرة واحدة، فانا هشفط الدهون حضرتك واخلي الجناب كمان تتشفط عشان اقلل حجم وطول الجرح لما اجي اعمل لحضرتك شد البطن بعد 3-6 أشهر. تمام، مرحلتين بالظبط. ساعة كتير لازم تعملها على مرحلتين عشان تدي نتائج مرضية تمام. مش هي بقى ايه هشفط وخلاص واشيل البطن ويطلع زي ما يطلع. لا، ما هو بدل في دهون زياده يبقى هيطلع زي ما يطلع. يبقى لازم استنى. دايما في تعبيراتك في الحلقه دي وقبل كده وفي جراحين التجميل بتقولوا ميني تامتك، يعني شد البطن المصغر، وتامتك شد البطن. محدش فهمنا ايه الفرق بين الاثنين. ما ميني تامتك عاده بتبقى العضلات كلها قويه جدا وكويسه، لكن المشكله الاساسيه بيبقى فيه يا اما دهون زياده قوي تحت السره لكن مفيش حاجه فوق السره، يا اما بتبقى فيه دهون بسيطه قوي فوق السره مش دهون كتيره تحت السره مع وجود جلد زياده قوي تحت السره. ساعتها تقدر تعمل ميني تامتك، لان انت كل شغلك هيبقى تحت السره عاده في المنطقه من السره الى السيمفس بيوز دي، هتاخد الدهون دي وتاخد الجلد الزياده وتشده، لان مشكله المريضه هي تبقى هنا، لكن عضلاتها كويسه فتقدر تتعامل معاها من غير ما تصلح العضلات. اللي احنا شايفينها دي هي دي يس. تقدر تصلح العضلات اللي في الجزء السفلي لو في بومبي زياده، لكن مش محتاج تصلح العضلات في الميني تامتك. ودلوقتي مع التطور الجديد، يمكن احنا اتكلمنا من حوالي 6 أشهر على الريتراكتورز الجديده اللي احنا بقينا بنستخدمها علشان نصلح العضلات اللي فوق لو الجلد قليل، بدل ما العيانه تقول لي طب انا عضلاتي ضعيفه فوق وما عنديش جلد فوق السره كويس يكفيني، بقينا بنقدر نخش بنعمل هي نفس القصه بتاعت الميني تامتك اللي هي سمايلي فيس تحت في حز العظمه نفسها، وبقينا بنخش من عند السره بنصلح العضلات اللي فوق بريتراكتورز جديده كده كنا عرضناها يمكن من 3-4 أشهر، بحيث ان انا اقدر اعمل لها التصليح ده وفي نفس الوقت اعمل لها الميني تامتك عشان اديها الفايده. الخيوط في شد البطن ليها دور كبير. الخيوط بتدي نضاره، بتفرد الجلد المتجعد او المجعد اللي حوالين السره والجلد اللي تحت السره المتجعد، لكن بنسبه قليله. فنسبتها هتدي 30-40% من الموضوع ده. وده مش هيبقى وحش لانه ما فيهوش تدخل جراحي لو احنا ما عندناش دهون، ما عندناش غير شويه جلد بسيط زياده، لكن عضلاتنا كويسه، نقدر هندينا نتائج من غير حتى ما نعمل حاجه. وده بروسيجر بيحصل في 10 دقائق في العياده يعني. ناتي للسؤال الاهم يعني عند المرضى. المريضة تيجي تسيب لك كل اللي انت قلته ده وتكلمك على حاجه واحده بس، جرح. جرح بص، هو جرح البطن لو انت قايس كويس انت هتقص فين، ما اعتقدش ان بيبقى ليه ستريتشنج. هي مشكلة شد البطن جرحها دايما ان هو هشد كتير قوي فهيبقوا ماسكين في بعض بالعافية، فالستريتشنج ما بين التو سايز بتوع الجرح، الجزئين بتوع الجرح، هيعمل شوية هايبرتروفيك سكار فهيوسعه شوية. يا اما انا شادد قليل قوي فالدنيا متنية فهتلاقي الجرح رفيع خالص بس في تانية صغيرة، which is برضو دي حاجة مش كويسة. فبالتالي هي ظبطت مقياس البن اللي انت هتشرب فيه بفنجان القهوه ايه هو بالنسبه لكل مريض على حاجه، هو ده اللي هيحدد قد ايه. ده واحد. اتنين، نوعيه جلدها من الاول وانت عارف هي بتعمل ايه، سواء كان بيعمل كيلويد او هايبرتروفيك سكار او كان بيعمل سلامين. تلاته، الوسائل المساعده اللي احنا بنستخدمها سواء كان السيليكون شيتس اللي هو الجل او الشيتس اللي ما بعد العمليه بتتحط من بره عشان تساعد. اربعه، وحاجات جديده موجوده دلوقتي حتى بعد السكارينج ده، السكار بتاعك في اي وقت من الاوقات جرح شد البطن بيبقى كويس في اول 3 أسابيع، يتعامل على ما هو عليه بعد كده. لو الجيناتكس كويسه هيتعامل بشكل طبيعي، لو الجيناتكس فيها كيلويد هيتعامل، بس احنا بناخد احتياطاتنا من نوعيه الجلد نفسه.
اخر حاجه لو الجرح نفسه فيه مشكله يعني متضايقه منه المريضه، وهو عادة بيبقى في المنطقة السفلية قوي عشان ما يبانش مع أي حاجة خالص، عادة ممكن نقدر نعمل عليه فراكشنال ليزر عشان نخليه صوفت شوية ونخليه أحسن شوية ونخليه شكله يختفي بشكل مختلف. الراجل والست يتفقوا في إن في عمليات شد بطن للرجال دلوقتي. طبعا. يعني خصوصا عندهم ترهلات. هل في فرق؟ أنت عندك عضلات البطن في الراجل الكبير. قوي. عضلات البطن في الراجل الكبيرة، فعادة عادة في 70-80% من الرجال ما بحتاجش ان انا اصلح عضلات. بيبقى كله عبارة عن دهون وجلد. لكن 30% اللي عندهم congenital mesenchymal weakness او ضعف في الانسجة الضامة، دول لازم هيتصلحوا تيبيكال زي ما بنصلح الجسم نفسه. نفس التصليح عضلات مهما كانت قوة عضلاته. هو كده congenital mesenchymal weakness المشكله في الغشاء الضام اللي احنا بنقربه مع بعض، وهو ده اللي هيدينا النتيجه الاحسن. من احسن العمليات تتعمل في شهر رمضان. طبعا 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 على المسلسلات. خلاص المريضه كده كده عايزه تعمل العمليه اللي هي طلبها وكشفت علشانها. اتنين، المكان ده او الوقت ده دلوقتي هو الوقت بتاع الهدوء اللي ما فيهوش خروج كتير ومشاوير كتير الصبح ومشاوير. في طبعا عزومات، في طبعا مجهود في البيت، في طبعا مجهود في البيت في الاكل والفطار والحاجات دي كلها. لكن طبعا هو من الحاجات اللي هي انت بتحسب ان في كذا يوم انت قاعد ومرتاح في البيت فانت تقدر تستفيد بيه اكتر. انت قاعد في التكييف اكتر فانت مش هتبقى محتاج ان انت تحس ان انت هتنزل وتتحر وتطلع وتتحر. فيعني برضه من العمليات دي بتلبس كرسي لمده 4 أسابيع الى شهر ونص، فمع وجود حر مش هيبقى احسن حاجه في الدنيا انها تعمل العمليه دي. لكن لو هي من هتقعد 3 أسابيع او 4 أسابيع في البيت هتبقى الدنيا شكلها لطيف، هتبقى عمل طبيعي بس كده كده هتبقى قاعده في البيت يعني. ومع الصيام كويس جدا عشان ما يحصلش انتفاخات. الصيام والملح. ما يحصلش انتفاخ وهو الى اخره، فما ياثرش على العمليه، ما يبقاش فيه لو فيها تصليح. طبعا نورتني شرفتني. كل سنه وانت طيب. يعني بلا شك المبدع دائما الاستاذ الدكتور حسام سيد كان مبدعا في حواره الجميل عن عمليه جميله اسمها شد البطن. خليكم مع الناس الحلوه. اكتشفوا ان احنا اصلا من اكتر الحاجات اللي بنحكم بيها على الناس هي ابتسامتها. اهم حاجه في التجميل الخبره. الخبره اللسه دي برواز الابتسامه. فكره انها مش باين انها معموله هي دي فكره التجميل الحقيقي. بعض المشاهير صنعوا ابتسامات نستطيع ان نقول عليها كارثيه. لا ادعي ان ده شغل واحد، ما ينفعش، شغل مؤسسة. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين. اهلا بكم. في مفردات هامه جدا في عالم الاسنان اصبحت ثابته ولا يمكن تغيير. من ضمن هذه المفردات هو ما يسمى بالعمل الجماعي. عمل الجماعي طب الاسنان مجموعه من اطباء الاسنان بيشتغلوا عليك، بيشتغلوا عشان يدوك شكل كويس، علاج كويس، صحه كويسه، كل حاجه كويسه. ما ينفعش ان انا اقول لك ان انا اقدر اعمل لك كل شيء، ما مستحيل. كمان الاسنان بقى التعامل مع مشكلاتها دلوقتي مش رفاهيه، يعني اسنانك مش حلوه، مسفره، شكلها مش حلو، ابتسامتك مش حلوه، تصليحها مش رفاهيه. مش رفاهيه. مش ان انا عندي عربيه 2011 وعايز اجيب 2017 او 18، لا يا باشا. لا، عايز يقول لك ما تمشي بيها، الابتسامه مش جميله او السنان اللي مش جميله ما ينفعش تمشي بيها. أنا بكلمك كلام مهم جدا، وأعتقد أن ضيفي سيضيف لهذا المعنى الكثير والكثير من أهمية وضرورة وإلحاح تصحيح الأسنان وجماعية العمل في عالم طب الأسنان وفي عالم ومشاكل طب الأسنان الكثير. ضيفي العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال، والحقيقة بيسعدني جدا بحواره النهارده. سنستمتع بحوار
مختلف مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور نور الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور نور. ازيك يا دكتور؟ وحشني والله. وحشني جدا. رمضان كريم يا سيدي. الله اكرم عليك وعلينا. انا هدخل على طول النهارده في بقى زراعه وتجميل، يعني تجميل داخل برضو معانا في الحوار. هو طبعا 80 70 80% في الحوار هيبقى زراعه، بس في 30 40% تجميل، معلش يعني تجميل مهم. فنبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ تجميل الاسنان اصبح من اهم الاشياء في الصحه في حياه الانسان، مهم جدا. ليه؟ شكله صحته ابيض. وانت قلت مقوله ان تجميل الاسنان لم يعني ما بقاش رفاهيه، ودي حقيقه. تجميل الاسنان ما بقاش رفاهيه، لان زي ما اتفقنا ان بقى ضروره اجتماعيه. ليه؟ بقى زي الميك اب. من 100 سنه كان الناس ما بتحط، ما فيش حد بيحط ميك اب. النهارده في حد، في بنت بتنزل شغلها من غير ميك اب؟ بقى ضروره، بقى ضروره اجتماعيه خلاص. دلوقتي لو بصيت في السوشيال ميديا هتلاقي معظم الناس وهي متصوره عامله اسنانها، فبالتالي هتبدا اللي عندها مشاكل. وانا مش بقول الناس تعمل سنانها، بقول اللي عندها مشاكل، اللي سنانها مش حلوه، لكن طول ما انت سنانك حلوه ما انت تمام. لكن اللي عنده مشاكل في ابتسامته لازم هيعملها، لان هيبص جنبه هيلاقي نفسه متصور في صوره فيها 10، هو الوحيد اللي شكل اسنانه مش مظبوط. فبالتالي ما دام بقى هو اللي قليل، يعني او العدد بقى هو اللي قليل اللي اسنانه مش مظبوطه، يبقى بقى ضروره اجتماعيه. فخلاص قصه ان التجميل ده ضروره، لا ضروره. اهم حاجه بقى في التجميل يتعمل بشكل صحي سليم، علشان لما يتعمل، لو اتعمل بشكل مش صحي هيعمل لنا مشاكل. لو ما اتعملش، انت قلت فريق العمل، احنا قلنا قبل كده التجميل انا بشبهه دلوقتي بالمصنع والصناعه. انت بتخش بتاخد حاجه، هتاخد مثلا عربيه كامله فيها المهندس، فيها الديزاينر اللي عمل الديزاين، فيها المهندس اللي عمل الموتور، فيها اللي عمل الانتيرير، الحاجات الداخليه، كل التفاصيل دي في فريق كبير. انت داخل واثق في المكان اللي انت هتاخد منه ده، بس في تفاصيل كتير وفي ناس كتير هتشتغل عليك. زي ما انت قلت، هو مش عمل واحد، عمل التجميل بقى حاجه صناعه كبيره. علشان ناخد اسنان شكلها طبيعي بالمنظر ده، زي ما قلنا في حلقه قبل كده، التكنولوجي الهاند ميد اللي بدات تخش، زي ما انت شايفها تبدا بقى تشوف بقى التفاصيل اللي هي زي الاجزاء الشفافه اللي في حرف السنين. الكلام ده ما كانش موجود لما كنا بنشتغل دكتور بيحضر السنين وياخد مقاسات ويوديها معمل لا دلوقتي في ايرا جديده، في عصر جديد من التجميل. هنبدا نشوف اسنان شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا، قريبه جدا 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 من الاسنان اللي ربنا خلقها، بس بشكل جمادي. التكنولوجيا خلت الزراعه افضل، اكثر دقه، اكثر امان، نتيجه ادق. طبعا 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 طبعا، يعني ما ده التكنولوجي من اكتر الحاجات اللي فادت الزراعه. الزراعه زمان من مثلا 15 سنه، لما كنت مثلا اجي اعمل زراعه بصور بانوراما وباخد مقاسات وافضل اتخيل واعمل حاجه اسمها تريسنج، اجيب زي حاجه ليها ابره كده وادخلها في اللسة عشان اشوف العظم فين، وطبعا ممكن تكون اللسة ناشفه فاخد يعني انطباع مش مظبوط قوي، وبعد كل ده لازم افتح، يعني بعد كل ده لازم افتح عشان اتاكد ان انا حطيت الزرعه في العظم. دلوقتي في وجود الاشعه ثلاثيه ابعاد في معظم الحالات ما بنحتاجش نفتح، في معظم الحالات دايما التعميم مرفوض في الطب. الاشعه ثلاثيه الابعاد مع الكمبيوتر مع الدليل الجراحي اللي هو بتطلع بال 3 دي برينتر، بتطلع لك دليل جراحي بتحطه، تبقى معرفك الزرعه هتتحط فين بالظبط، وما بتاخدش وقت. زي ما احنا شايفين بنعمل، يعني واخدين مقاسات ومصورين كومبين وعندنا جهاز السيرك، فبنعمل كومبينيشن عشان نطلع الدليل الجراحي ده نحطه ونبدا نشتغل. انت بس بتتعب، الدكتور بيتعب، دايما يقول لي الدكتور يتعب قبل الشغل يرتاح بعد الشغل. انت هتعب مع الحاله، هتتصور كومبين، هتتقري، هتعمل تحليل للعظم ونشوف كثافه العظم قد ايه وطوله وارتفاعه وكل حاجه عنه، ونعمل البلان للتركيبات نفسها، لان هو في الاخر انت الهدف من الزراعه ايه؟ انا احط لك زراعات جوه العظم واروحك، ولا الفيجن في الاخر انك هتاكل على السنان دي، على الزراعات دي؟ طيب عشان تاكل على الزراعات دي يبقى لازم التركيبات اللي على الزراعات تتحط في مكان صح وتعرف تاكل عليها صح. انا شفت حالات كتير حط الزراعات تيجي تركب عليها يبقى بره القرش، يبقى السنان دي طالعه بره او داخله لجوه، مش هتنزل على الاسنان اللي تحت. طب انت استفدت ايه؟ او يحط الزرعه بره العظم خالص، يعني هو ممكن يحط الزرعه جوه العظم بس في اتجاهات غلط، ما تساعدوش في التركيبات.
وممكن احط الزرعه بره العظم. في الحالتين انا شايف ان النتيجه هتطلع مش مظبوطه، لان انا في الاخر الهدف ان انا اركب، ان انا احط تركيبات على الزراعه تاكل عليها. لو انا ما وصلتش لمرحله التركيبات وكلت كويس يبقى الزراعه ملهاش لازمه. فالاشعه ثلاثيه الابعاد فادتنا ان بقت تخلينا نعمل خطه علاجيه مظبوطه للتركيبات اللي هنزرع لها. يعني بتبقى شايف التركيبات اللي انت هتزرع لها بعد 3 شهور، يعني زي مثلا هتركب كمان شهر، هتركب كمان 3 حسب الحاله وحسب الزراعات اللي انت هتستخدمها. فانت هتبقى عارف ايه اللي هتوصل له، فانت شايفه، فانت مخطط له، فانت حاطط الزراعات في مكانها السليم. هنا التكنولوجي فادت جدا الزراعات بشكل غير عادي. من يتجاهل التكنولوجي، من يتجاهل هذه العوامل هيبقى متهم، صح؟ بالظبط. اروح بقى للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من يصر على استخدام خامات سيئه في الزراعه؟ ايا كان هو مين بقى؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ اكيد مش متهم ولا بريء، اكيد جاني. اذا كان واحد يعني واحد بتصفه ان هو عايز دايما يستخدم ماتيريال مش مظبوطه، فطبعا ده جاني، ودول قله جدا. انا يعني انا مش متخيل ان في حد يتعمد ان يستخدم مواد غير معتمده الا اذا كان مش عارف. يعني ما خد بالك في مقوله كده بنقولها ايه؟ بيقول لك كل ما عرفت كل ما خفت. انا لو عرفت الصح هعرف ان في مشاكل كتير ممكن تحصل، فبالتالي هبقى خايف، فبقى دايما بدور على الاحسن، بدور على احسن ماتيريال عشان استخدمها، بدور على احسن حاجه عشان اتعامل بيها، لان انا عارف. لكن انا شايف ان اللي بيستخدم ماتيريال او بيعمل اجراءات مش مظبوطه، انا شايف ان هو بيعملها هو مش عارف، بيبقى جريء. دايما عدم المعرفه بتدي جرأة. فبالتالي انا مش شايف ان في حد ممكن يكون يعني يكون من جواه عارف ان المواد دي مضره وهيستخدمها. من يقرر انه لا يمكن اعاده الزراعه اذا ما فشلت؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ اعاده الزراعه؟ لا يعني لو في حصل فشل في الزراعه لا ينفع يقرر هو متهم مش فاهم. ما انا بقول لك هو دايما انا مش شايف ان هو في تعمد، عشان كده هيبقى هو يعني هيبقى متهم بالتقصير في الحصول على العلم الكافي. يعني دايما زي ما قلت لك التخصص مهم قوي، وانا شايف برضو ان شباب الدكاتره اللي موجودين دلوقتي بداوا فعلا كلهم يتجهوا للتخصص. كل الناس بدات تاخد ويقول لك انا هبدا في التجميل، فبيبدا يدور على الكورسات او الماجستيرات او التعليم بره في التجميل، وفي اللي بيدور في الزراعه، وفي اللي بيتخصص في علاج العصب. خلاص انا شايف ان كل الشباب اللي طلع الفكره خلاص، فكره التخصص فكره متاصله وفكره خلاص بقت موجوده، وبدا ينحسر فكره ان كل واحد بيعمل كل حاجه. انا شايف ان هم نفسهم بداوا يبقوا واعيين للكلام ده، وطب الاسنان في مصر انا شايف ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه لا رايح في حته تانية. الناس تطمن، الناس نفسها تطمن، معظم الدكاتره بقوا فاهمين كويس دور التخصص والماتيريال والمواد والتكنولوجي، وفي منافسه، واحنا البلد الجو فيها في منافسه. فتاكد ان كل اللي ما عندوش خبره وما عندوش مهاره هينحسر وهيبقى مش موجود. تعال نشوف السؤال الاول في الوهم والشك واليقين، سؤال اول مره افكر فيه. تعال نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ اول مره افكر ان انا اسالك السؤال ده. من يقول انه لا يمكن عمل تقويم مع زراعه مع تجميل في نفس الوقت؟ تمام. لا ده وهم جدا. لا على فكره عايز اقول لك على حاجه. النهارده مثلا عندك سنه او اكتر من اسنان الاماميه اتخلعت وسبتها لفتره، ايه اللي هيحصل؟ الاسنان السفليه هتطلع، هتطول. تمام. طيب عايز انت بقى تزرع وتركب، هتيجي تزرع، زرعت خلاص والدنيا زي الفل، هتيجي تركب هتلاقي الاسنان السفليه اللي طلعت دي طولت من مكانها، مش عارف تركب الاسنان العلويه، خلاص ما انت عندك بقت اسنان طالعه حيشاك. في الحاله دي لما بتزرع ما انت عندك اشعه ثلاثيه ابعاد وصورت الحاله وعملت التحليل بتاعك، فهتقول للحاله احنا هنزرع.
وهنعمل تقويم عشان نرجع الاسنان لمكانها الطبيعي. هنعملها اسمها انتروجن، ما هو لما بخلع الاسنان المقابله بيحصلها اسمها اكستروجن، بتطلع من مكانها، بتطلع لان مفيش حاجه موقفاها. طيب يبقى انا دكتور التقويم هينزل لي الايه السنان لمكانها، يبقى انا دخلت التقويم في الموضوع. طيب الاسنان الاماميه دي هنعملها ازاي؟ مش الاسنان الاماميه دي من جزء اسمه الاثاتيك زون، هو اسمه كده، اسمه في الطب الثاتيك زون، يعني المنطقه الجماليه، هو اسمه كده في طب الاسنان اسمه كده. تمام، يعني ايه الثاتيك زون؟ يعني منطقه جماليه. يبقى لازم يشتغل عليه مين في الديزاين؟ دكتور التجميل. يبقى بالتالي الزراعه لازم يكون فيها دكتور تجميل ودكتور جراحه ودكتور تقويم ودكتور علاج لثه احيانا احنا بنحتاج، ودكتور تركيبات متحركه في بعض الاحيان، لان في ناس فقدت اسنانها كلها. طيب مين الدكتور اللي بيعرف يرجع العضه للحالات اللي ما عندهاش سنان خالص؟ مين الدكتور ده؟ دكتور التركيبات الثابته ودكتور التركيبات المتحركه، بس الاكثر فيهم دكتور التركيبات المتحركه. ليه؟ لان ده بيخلق وبيرجع العضه اللي راحت خالص. انت حاله جايه ما عندهاش سنان اصلا، فما فيش عضه، عايز يرجع عضتها للوضع الطبيعي. احيانا بيبقى معانا في الفريق ده، يعني شوف الزراعه اهو وتجميل وتقويم في نفس الوقت، ودكتور علاج لسة ودكتور تركيبات متحركه، دكتور المفصل الفك، عشان يتاكد ان الدكتور وهو بيرجع العضه مش هيبقى فيه حمل على مفصل الفك. فبص بقى فريق عمل عامل ازاي، مش حاجه سهله بالذات في الحالات الكبيره. يظل في اللقاءات القادمه عايز ادخلك في عوالم، يعني اسالك في عوالم المركبه، قصص مركبه. يلا يعني يلا احنا احنا بنحب الحاجات دي جدا. القصص المركبه قصص معقده، مريض عنده سكر، عنده مشاكل، عنده محتاج زراعه، محتاج تجميل، عمل ده الحالات اللي كانت قال عليها امبوسيبل كيس، حالات مستحيل خلاص ما ينفعش، كانت كان معتقدا بذلك، كيف اصبحت الان؟ هذا سيكون حوارنا في اللقاءات القادمه باذن الله. باذن الله. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، كان مبدعا كعادتي في الناس الحلوه والدكتور. خليكم انتوا بقى مع الدكتور والناس الحلوه.